بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الثاني في الرياضيات لسنة الثانية ثانوي رقم 2، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي، وحتى شعبة سير واقتصاد وشعبة أدبية، لأنه تمرين رائع حيث قال نضع في كيس ثلاث قريصات تحمل الرقم 1 وقريصة تحملان الرقمين 2 وقريصة واحدة تحمل الرقم 3، معناه يوجد لنا 6 قريصات. قال نسحب عشوائيا قريصتين على التوالي، هذه كلمة مهمة، وكذلك بدون إرجاع. قال نضع أوميغا مجموعة الإمكانيات وإكس المتغير العشوائي، هذا إكس ماذا يتبع؟ الذي يرفق بكل سحب مجموع رقمي القريصتين المسحوبتين، يعني يتبع هذه الأرقام، يتبع 1 و2 و3، حيث إذا سحبنا قريصتين على التوالي وبدون إرجاع نجمع رقمي القريصتين المتحصل عليهما. قال 1 عين بواسطة مخطط عدد عناصر المجموعة أوميغا. ثانيا قال ما هي القيم الممكنة للمتغير العشوائي إكس. ثالثا قال عين قانون احتمال متغير العشوائي إكس. ثم رابعا قال أحسب الأمل الرياضياتي والتباين للمتغير العشوائي إكس. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق أبنائي في الحل. قال نضع في كيس 3 قريصات تحمل الرقم 1 وقريصتين تحملان الرقم 2 وقريصة واحدة تحمل الرقم 3، مثل ما تلاحظون هنا في هذا الكيس. إذا يوجد لنا 3 قريصات تحمل الرقم 1 وقريصتين تحملان الرقم 2 وقريصة تحمل الرقم 3، حيث لما نجمع هذه عدد القريصات نجد كم؟ نجد 6. لاحظوا ماذا قال. قال نسحب عشوائيا قريصتين على التوالي بدون إرجاع. ما معناه؟ معناه نسحب مثلا هذه نتركها خارجا ثم نعيد مرة أخرى نسحب هذه، هكذا حتى نفهم جيدا. إذا لما نسمع بكلمة بدون إرجاع نعلم أن العدد ينقص حتى نفهم جيدا. الآن قال نضع أوميغا مجموعة الإمكانيات. قال إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع رقمي القريصتين المسحوبتين، معناه مثلا هنا تخيلوا الذي سحبناها رقم الأولى هي 1 والثانية 1، كم مجموع رقمي هذه القريصتين؟ أكيد هو 2. لاحظتم حتى تفهموا جيدا. أو يمكن كذلك إذا سحبنا مثلا الأولى التي سحبنا، تابعوا جيدا حتى تفهموا جيدا، الذي سحبناها الأولى هي 1 والذي سحبناها الثانية هي كم؟ هي 2، مجموعهم كم؟ مجموعهم 3. أو كذلك لاحظوا حتى تفهموا، أو الذي سحبناها الأولى تحمل رقم 1 والتي بعدها تحمل رقم 3، كم مجموعهم؟ مجموعهم هو 4. أو يمكن أن التي نسحبها كذلك نسحبها، لاحظوا نعود كذلك مثلا سحبة أخرى، التي نسحبها هي رقم 3 والتي نسحبها بعدها هي رقم 2، كم مجموعهم؟ مجموعهم 5. إذا لاحظوا معناه قيم هذا إكس. قال إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع رقمي القريصتين المسحوبتين، يعني هنا مثلا القريصة الأولى التي سحبناها هي 3 التي بعدها هي 2، لما نجمع كم؟ 5. إذا هذه هي قيم هذا المتغير العشوائي إكس. لكن السؤال الأول ماذا قال؟ قال عين بواسطة مخطط عدد عناصر المجموعة أوميغا. ركزوا هنا أرجوكم، أود أن أستعمل اليوم ليس الشجرة إنما نستعمل الجدول حتى تفهموا، لأن الجدول كذلك هو من أحد الطرق لإيجاد عين بواسطة مخطط عدد عناصر المجموعة أوميغا. إما أن تستعملوا شجرة الاحتمالات أو تستعمل كذلك الجدول. لكن الجدول لماذا يا أبنائي؟ لأن الجدول، اسمعوا جيدا، سوف نقوم أولا بملء هذا الجدول ثم نتحدث عن أهمية الجدول، تابعوا جيدا. إذا كتبت هنا ماذا؟ نكتب هنا السحبة، يعني س سحبة الأولى، وعندنا هنا نكتب س، معناه حتى تفهموا جيدا هكذا نكتب هنا سحبة، إذا س 2. ما معناها؟ هذه س معناها س سحبة 1 وهذه السحبة الثانية. إذا ما هي الأعداد التي القريصات ماذا تحمل الأرقام؟ تحمل رقم 1 ثم 2 2 3. هذه في السحبة الأولى يمكن أن تأتينا واحد أو تأتينا واحد أو تأتينا واحد أو تأتينا اثنان أو تأتينا اثنان أو تأتينا ثلاثة. في السحبة التي بعدها كذلك يمكن أن يأتينا في السحبة الثانية واحد أو واحد أو واحد أو اثنان أو اثنان أو ثلاثة. لاحظوا الآن يا أبنائي، الآن هذا يقرأ من هنا X وهذا يقرأ Y. لاحظوا، انتبهوا، نقوم الآن بملء هذا الجدول. ممكن تصبح لنا واحد واحد أو ماذا، أو واحد واحد أو ماذا، أو واحد واحد، تابعوا جيدا، أو ماذا، أو واحد اثنان، ها هي إذن، ها هي واحد اثنان، أو ماذا، أو واحد كذلك اثنان، أو ماذا، أو واحد ثلاثة. ثم عندنا كذلك إذا أتينا إلى هذا الطريق ما هو؟ هو واحد واحد ثم واحد، لاحظوا جيدا، واحد واحد ثم واحد واحد هكذا، ثم واحد اثنان ثم واحد اثنان ثم ماذا؟ ثم واحد ثلاثة. نملأ هنا أمامكم حتى تلاحظوا كل شيء أمام عينكم. هنا كذلك واحد واحد، ما معنى هكذا واحد واحد ثم ماذا؟ ثم واحد واحد أو واحد كذلك واحد أو واحد اثنان هكذا، أو واحد اثنان أو واحد ثلاثة. نأتي الآن إلى هذه اثنان واحد، لأن اثنان واحد، إذن قلت اثنان، إذا لاحظوا اثنان هكذا واحد أو ماذا، أو اثنان واحد دائما، ثم اثنان واحد أو اثنان اثنان أو ماذا، أو اثنان اثنان أو اثنان ثلاثة، حتى تفهموا جيدا، تابعوا، ثم اثنان واحد أو اثنان كذلك واحد أو اثنان واحد أو اثنان اثنان أو اثنان اثنان. سوف نملأ كل شيء أمامكم حتى تلاحظوا كل شيء. ثم عندنا ماذا؟ ثم اثنان ثلاثة. ثم نأتي كذلك هنا ثلاثة واحد وثلاثة أو ثلاثة واحد أو ثلاثة واحد أو ثلاثة اثنان أو ثلاثة اثنان أو ماذا، أو ثلاثة ثلاثة. ها هو الآن الجدول، لكن يا أبنائي ركزوا هنا كي نفصل متى نستعمل بدون إرجاع أو بإرجاع أو في آن واحد. دققوا هنا أرجوكم. إذا نأتي في الأول، نقول مثلا، نقول تعيين عدد الحالات الممكنة لمن، لأوميغا، لما يكون، اسمعوا جيدا، يكون السحب على التوالي بإرجاع. ركزوا هنا، بالرغم هو قال ماذا؟ قال بدون إرجاع، لكن سوف نتحدث عن الحالات الثلاثة. بإرجاع، لما يقول بإرجاع يا أبنائي الحالات الممكنة هي هذه في هذه، كيف؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ومن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، معنى عدد الحالات الممكنة هو ستة في ستة، إذن هو ستة في ستة الذي يساوي لنا 36. إذا أعيد، لما يقول على التوالي وبإرجاع هو كل هذه الثنائيات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. لما نعد كل هذه الثنائيات كم نجد؟ نجد 36. هذه متى؟ لما يقول على التوالي وبإرجاع. لماذا؟ لأن يجوز مثلا في هذه الحالة، اسمعوا، يمكن أن نأتي إلى السحب. ها هو أمامكم، سوف نوضح هنا أمامكم في الإناء حتى تلاحظوا كل شيء. معناها يمكن في السحبة الأولى أن نسحبها هي ثلاثة، قلت نسحبها هي ثلاثة ونعيدها إلى الإناء، ثم لماذا؟ لأن قال بإرجاع، ثم نعيد السحبة مرة أخرى، تظهر نفس ماذا؟ نفس القريصة، فيكون لنا هذه. إذا لما يكون بإرجاع يمكن لنفس القريصة أن تظهر مرتين، تظهر في السحبة الأولى وتظهر في السحبة الثانية، لأنها يجوز تكرار، يعني تعود إلى الإناء، حتى تفهموا جيدا. هذه لما يقول ماذا؟ يقول بإرجاع. الآن نأتي لما يقول، اسمعوا جيدا، يقول عدد الحالات اللي هي أوميغا، يعني يتحدث عن المجموعة أوميغا، عدد الحالات الممكنة لمن لما يكون السحب على كذلك التوالي لكن بدون إرجاع، يعني مثل هذا المثال هنا يا أبنائي. تخيلوا الآن إذا سحبت هذه سحبت المرة الأولى، تبقى خارجا لأن قال بدون، ركزوا جيدا، بدون إرجاع، تبقى خارجا. ونسحب هذه مثلا، هل يمكن أن نجد مثلا ثنائية 3 3؟ لا. لماذا أبنائي؟ لأن سحبت في المرة الأولى، لا يمكن أن تكون في المرة الثانية موجودة في الإناء. لهذا تقول القاعدة، اسمعوا جيدا، في هذا الجدول سوف تلاحظون كل شيء. لما يقول بدون إرجاع سوف نقوم بتشطيب قطر هذا المستطيل أو هذا المربع. هذه تشطب حتى تفهموا جيدا، هذه أعيد، سوف تشطب. هذه من هي يا أبنائي؟ هذه هي نفس الكرة، لاحظوا، 1 1 1 1 1، 2 2 2 2 2، 3 3. يعني لأن الكرة خرجت فتبقى خارجا، فمستحيل أن تعود، فدائما تأتوا إلى هذا الجدول وتقومون بحذف القطر. الآن كم يبقى لنا عدد الحالات الممكنة؟ اسمعوا جيدا كم يبقى، لأن بدون إرجاع ترتيبة، يعني لا يوجد تكرار، نفس الكرة تعود إلى الإناء، فأصبحنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا 15 في من هنا ومن هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 و15 هو كم؟ هو ماذا؟ هو 30. إذا عدد الحالات الممكنة، أو نقول عدد عناصر المجموعة أوميغا، كم هو؟ 30 حالة يا أبنائي، حتى تفهموا جيد. إذا لما يقول بدون إرجاع تنزعون هذا الجزء حتى تفهموا جيدا. نأتي الآن أبنائي لما يقول في آن واحد. إذا في آن واحد، اسمعوا جيدا، لما يقول بدون على التوالي، لا يهم بإرجاع أو بدون إرجاع، يمكن تشكيل ذلك بشجرة الاحتمالات. أما إذا قال، نقول عدد الحالات الممكنة للسحب في آن واحد، يعني كرتين أو قراصتين في آن واحد، اسمعوا، مثلا يأتيكم هكذا السحب، مثلا يأتينا هكذا حتى تفهموا، ها هي في آن واحد، معناها نسحب هكذا في آن واحد، ليس مثل على التوالي، لأن على التوالي تخرج هذه ثم هذه، لكن يا أبنائي في آن واحد لا يهمنا الترتيب، لأن خرجت قريصتان في آن واحد. هنا ماذا تفعلون يا أبنائي؟ تقومون بشطب كل هذا الجزء العلوي، هكذا يشطب. لماذا؟ لأن في آن واحد لا نحتاج إلى الترتيب، لا يهم تخرج هذه هي أو هذه، لأن آن واحد لا يهمنا الترتيب، فنسحب كل هذا الجزء زائد هذا القطر. فكم نجد؟ نجد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا يوجد لنا عدد الحالات هو 15 فقط. إذا لما يقول في آن واحد، الشجرة لا يمكن أن تستعمل. لماذا؟ لأن كلمة في آن واحد، الشجرة ما معناها؟ هكذا لما نستعمل الشجرة، معناها الشجرة تشبه هذا، إذا كان الأب هذا يكون الابن، فمستحيل في آن واحد أن يكون الأب والابن في آن واحد، حتى تفهموا. لهذا لا يمكن استعمال الشجرة في لما نسمع كلمة آن واحد. من هو الذي يساعدنا؟ هو الجدول، حتى تفهموا جيدا. إذا نحذف أولا هذا لأن التكرار، ونحذف هذا لأنه الترتيب، فيبقى لنا هذا الجزء فقط هو الذي نعد به عدد الحالات الممكنة لهذا السحب يا أبنائي. أرجو قد فهمتم الآن الفكرة يا أبنائي. الآن بعدما فهمتم الآن الفكرة، يمكن الآن أن نكمل. إذا هذا ذهب إذا نقول، سوف نكتب الآن مرة أخرى، نقول عدد عناصر، إذا نقول عدد عناصر المجموعة، إذا عفوا نكتبها بخط أوضح، إذا المجموعة أوميغا هو كم؟ قلنا هو اللي هو عدد الإمكانيات اللي هو 30 إمكانية. لماذا؟ لأن على التوالي بدون إرجاع ننزع هذا القطر فقط ونعد عدد الثنائيات فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن أبنائي إلى الجزء الثاني. قال ما هي القيم الممكنة لإكس؟ إذا نكتب هنا القيم الممكنة للمتغير العشوائي الذي اسمه إكس. نحن ماذا قلنا عن إكس يا أبنائي؟ لاحظوا ماذا قلنا؟ قلنا إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع قراصتين، مجموع رقمي القراصتين المسحوبتين. قلنا ما هي؟ إذا إما أن تكون، اسمعوا جيدا، معناها القراصة مثلا تخيلوا تكون هذه مع هذه كم؟ واحد وواحد كم؟ إذا قيم إكس هي إما أن تكون الاثنان، لماذا؟ لأن لما نجمع هذه وهذه كم؟ تكون لنا اثنان، وهذه واثنان، وهذه وهذه اثنان، هذه وهذه اثنان، هذه وهذه اثنان، هذه وهذه اثنان، لما معناها القراصة الأولى تحمل رقم واحد والثانية تحمل رقم واحد، أو يمكن تخيل الآن التي نتحصل عليها هي هذه الثنائية، الأولى تكون اثنان والثانية تكون واحد، كم؟ مجموعهم هو ثلاثة، إذا إما الاثنان أو الثلاثة. تخيلوا الآن لو نتحصل مثلا على هذه، الأولى تكون تحمل رقم ثلاثة والثانية تحمل رقم واحد، كم مجموعهم؟ مجموعهم أربعة. تخيلوا الآن لو تكون هذه، لاحظوا هذه كم؟ اثنان واثنان كذلك أربعة، لاحظتم؟ الآن تخيلوا تكون لنا ماذا؟ تكون لنا هذه كم؟ إنها كذلك أربعة. تخيلوا الآن لو تكون لنا هذه اللي هي اثنان وثلاثة كم؟ إنها خمسة. الثلاثة والثلاثة قد حذفت، إذا ما هي قيم ممكنة لهذا المتغير العشوائي الذي يرفق ماذا؟ بكل سحب مجموع رقمي القراصتين مسحوبتين، إنها إما الاثنان لما تكون واحد واحد، أو الثلاثة اثنان، أو تكون ثلاثة لما تأتينا اثنان واحد أو واحد اثنان، أو تكون لنا أربعة لما تكون ثلاثة واحد أو ماذا؟ أو اثنان اثنان، وتكون لنا خمسة لما تأتينا اثنان ثلاثة اثنان، أو ماذا؟ أو اثنان ثلاثة. هذه هي القيم الممكنة. ثم قال عين قانون احتمال إكس، إذا نكتب هنا تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي الذي اسمه إكس. نقول نلخص ذلك، إذا ركزوا جيدا، نقول نلخص ذلك في جدول. لاحظوا الجدول منه سوف نعطي هذا قانون الاحتمال، لاحظوا جيدا. إذا هكذا نقوم برسم الجدول، إذا نضع هذه قيم إكس والأخرى بي لإكس، إذا هكذا أبنائي تعلموا. إذا عندنا هنا هكذا قيم إكس ما هي؟ إما الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو ماذا؟ أو الخمسة. أما الجزء الآخر لا نحتاجه، لاحظوا قلت أما الجزء الآخر فلا نحتاجه، فنقوم بحذفه هكذا حتى تتعلموا. نقول هنا ماذا؟ نقول هنا إكس إي، وهنا احتماله اللي هو بيلي، هكذا بيلي إكس، بحيث إكس يساوي لنا إكس إي هكذا، هذا إكس ماجيسكيل وهذا إكس إي مينيسكيل، هذا معناه هو هذا. أولا ما هي قيم الممكنة للمتغير الحقيقي إكس، المتغير العشوائي إكس اللي هي ماذا؟ اللي هي الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة. عندنا ما هي الحالات أو عدد الحالات الممكنة؟ هي 30، تلك هي التي نضعها هنا في المقام، نضع هنا 30 وهنا 30 وهنا 30 وهنا 30 هكذا. نأتي الآن لما يكون مجموع القراصتين كم يساوي؟ يساوي لنا اثنان. لما يكون مجموع القراصتين يساوي لنا اثنان ما هي هذه الثنائيات؟ ها هي واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، كم يوجد لنا؟ يوجد لنا 6 ثنائيات، فنكتب هنا 6 فقط. الآن لما يكون إكس كم يساوي 3، معناه مجموع القراصتين يساوينا كم؟ يساوينا 3. إذا 1 2 3 4، ركزوا جيدا، 5، عندنا 6، وعندنا 7، وعندنا 8، وعندنا 9، وعندنا 10، وعندنا 11، وعندنا 12. يوجد لنا 12 ثنائية بحيث مجموع القراصتين يساوينا 3. إذا نكتب هنا كم؟ نكتب 12. نأتي الآن إلى مجموع القراصتين يساوينا 4. مجموع القراصتين يساوينا 4، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا عندنا هنا 8. ثم نأتي إلى مجموع القراصتين يساوي لنا 5. إذا ما هي؟ 1 2 3 4. إذا كم يوجد لنا من ثنائية؟ يوجد لنا 4، نكتب هنا 4. كيف نتحقق؟ نكتب هنا التحقق، يعني في المسودة فقط حتى تتأكد، يعني التحقق هو مجموع هذه يعطينا 1، يعني 6 على 30 زائد 12 على 30 زائد 8 على 30 زائد 4 على 30. لو نجمع يا أبنائي، لاحظوا هذا مع هذا 18 و 8، صبحنا 26 زائد 4 اللي هي 30 على 30 وتساوينا كم؟ 1. إذا حتى تتأكدوا، لماذا؟ لأن تقول مجموع الاحتمالات الكلي، مجموع الاحتمالات كم يساوي؟ دائما يساوي لنا 1. إذا حتى تعرفوا أن المتغير العشوائي أو هذا الجدول أنه صحيح، يجب عليكم أن تقوموا بجمع هذه الاحتمالات، يجب أن تجدوها كم؟ 1 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، نأتي الآن إلى سؤال آخر. قال رابعا أحسب الأمل الرياضياتي. إذا نكتب هنا حساب الأمل الرياضياتي الذي يرمز له ب early x. ركزوا هنا قانون فقط أبنائي وطبقوه. early x يساوي لنا المجموع، هذا المجموع من اي يساوي لنا 1 إلى غاية اي كم يساوي؟ عدوا هذه 1 2 3 4 إلى غاية 4. ليس هذا الاثنان، لا، هذا العمود كم؟ 1 2 3 4. كم يوجد لنا من عمود؟ 1 2 3 4، فنكتب هنا 4. لو كانت 5 لكتبنا 5. عدوا هذه الأعمدة، ليس الأعداد التي بالداخل، لا، هذه الأعمدة. إذا مجموع من اي يساوي لنا 1 إلى 4 لمن؟ لإكس اي في ماذا؟ في بي لإكس، بحيث كذلك إكس يساوي لنا إكس اي. سوف تفهمون، ركزوا جيدا حتى تفهموا، هذا قانون احفظوه. يصبح لنا اولي إكس ماذا يساوي أبنائي؟ حتى تفهموا جيدا، يصبح لنا هذا في هذا. إذا يصبح لنا 2 في 6 على 30 زائد، لأن هذا الرمز يعني المجموع، زائد هذا في هذا اللي هو كم؟ اللي هو 3 في 12 على 30، ثم زائد هذا في هذا اللي هو 4 في 8 على 30، ثم زائد هذا في هذا اللي هو 5 في 4 على 30. قلت 4 على ماذا؟ على 30. نطبق الآن، تصبح لنا اولي إكس يساوي هذا مقام 1، البسط في البسط، المقام في المقام، أصبح هنا 12 على 30 زائد 36 على ماذا؟ على 30، لأن هذا في هذا يعطي لكم 36، زائد ماذا؟ زائد هذا في هذا الذي يعطينا 32 على 30، زائد هذا في هذا الذي يعطينا ماذا؟ 20 على 30. بما أن المقام 1، أصبح هنا early x يساوي المقام هو 30. ثم نجمع الآن هذا 12 زائد 36 زائد 32 زائد ماذا؟ زائد 20، يصبح لنا يساوي هكذا. إذا كم يصبح يا أبنائي؟ يصبح لنا يساوي لنا 100 على 30. يمكن أن نختزل من هنا 0 ومن هنا 0، فهنا early x هكذا كم يساوي؟ يساوي لنا 10 على ماذا؟ على 3 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر، قال والتباين للمتغير العشوائي كذلك إكس. نقول حساب التباين للمتغير كذلك العشوائي الذي اسمه ماذا؟ الذي اسمه إكس، يرمز له ب في لي إكس. قانون ماذا يساوي؟ يساوي لنا المجموع كذلك من إي يساوي لنا 1 إلى غاية الإي يساوي لنا 4، لأن قلت عدوا هذه 1 2 3 4. إذا وجدتم 4 قولوا إلى 4 لمن؟ ركزوا جيدا، لي. هكذا تقول القاعدة، لي إكس إي ناقص أو لي إكس، لكن هكذا الكل مربع في ماذا؟ في بي لي إكس، بحيث دائما إكس يساوي لنا إكس إي. هذه تكتب، هذه يسمى إكس إي، ركزوا نوضحها أفضل. إذا هذه قلت هي إكس ماجيسكيل يساوي لنا إكس إي مينيسكيل، إكس إي هو هذا. تابعوا كيف ذلك، ركزوا جيدا حتى تفهموا. تصبح لنا هكذا في لي إكس يساوي ماذا؟ يساوي لنا هذا، لاحظوا يساوي لنا هذا ناقص هذا مربع. إذا ماذا يصبح؟ يصبح لكم هكذا، ركزوا، يصبح لنا 2 ناقص 10 على 3 مربع في ماذا؟ في، إذا هذا ثم يأتيكم في هذا. لاحظوا إذا هذا، أعيد، هذا في هذا حتى تفهموا جيدا، يعني في الاحتمال اللي هو 6 على 30 زائد، لاحظوا أنا أطبق في القانون فقط أبنائي، يعني أمره جد بسيط، ثم هذا ناقص هذا في ماذا؟ في هذا، يعني هذا ناقص هذا دائما مربع أكيد في هذا. إذا ماذا تصبح؟ تصبح لكم هكذا 3 ناقص 10 على 3 الكل مربع في الاحتمال اللي هو 12 على ماذا؟ على 30، ثم زائد نفس الشيء مثلما فعلنا مع الأولى، ثم هذا ناقص هذا مربع في هذا، تصبح لنا هكذا 4 ناقص 10 على 3 الكل مربع في احتماله هو 8 على 30 زائد، ركزوا جيدا، ثم نفس الشيء هذا ناقص هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو 5 ناقص 10 على 3 الكل مربع في احتماله اللي هو ماذا؟ اللي هو 4 على ماذا؟ على 30. الآن ما علينا إلا إكمال الحساب رويدا رويدا، لكن ركزوا معي أرجوكم. إذا فماذا ينتج لنا يا أبناء؟ يصبح لنا في لي إكس يساوي، نفكر في توحيد المقام. إذا وحدنا هنا المقام أكيد سوف نستعمل ملون أفضل. إذا وحدنا هنا 3، هنا كم تصبح؟ نضرب في 3 تصبح لنا 6، وهنا كذلك إذا ضربنا هنا في 3 هنا كم تصبح؟ تصبح لنا 9، وهنا إذا وحدنا المقام بالثلاثة هنا ماذا تصبح؟ تصبح لنا 12، وهنا إذا وحدنا المقام 3 تصبح لنا 5 في 3، إذا 15، هكذا حتى نفهم جيدا. ثم عندنا كذلك ركزوا هنا نقسم على ماذا؟ نقسم حتى تفهموا جيدا، نقسم على 2. لما نقسم على 2 ماذا يبقى لكم في البسط؟ لما نقسم على 2 يصبح لنا 6 تقسيم 2 اللي هي 3 على ماذا؟ 3 على 15، إذا تصبح لنا هنا 3 على 5 عفوا على 15. لماذا؟ أن كانت 6 على 30، أقسم هنا على 2 وأقسم هنا على 2، تصبح لنا 3 على 15. كذلك نأتي إلى هذه نقسم هنا على 2 وهنا على 2، لما نقسم على 2 في البسط كم تصبح؟ تصبح لنا 6، البسط يصبح لنا 6، والمقام يصبح لنا كم؟ يصبح لنا 15، إذا هنا 15. نأتي كذلك إلى هنا نقوم بالقسمة على 2، لما نقسم على 2 تصبح لنا البسط 4 والمقام كم؟ 15. دققوا أرجوكم حتى نربح الوقت، إذا هنا 15 هكذا. ثم نأتي إلى هنا نقوم كذلك بالقسمة على 2، تصبح لنا في البسط 2 هكذا، وفي المقام تصبح لنا أكيد كذلك كم؟ 15. لاحظوا جيدا. الآن نكمل الحساب، تصبح لنا هذه كم تعطي لكم؟ تعطي لنا هكذا ناقص 4 على 3 هكذا الكل مربع في 3 على 15 ثم زائد هذا مع هذا يصبح لنا ناقص 1 على قلت ناقص 1 على 3 الكل مربع في 6 على ماذا على 15 لم أفعل شيء زائد هذا مع هذا يصبح لنا 2 على 3 الكل مربع في 4 على ماذا على 15 ثم زائد هذا مع هذا يصبح لنا 5 على 3 قلت 5 على 3 الكل مربع في 2 على 15 لم أفعل شيء أبنائي. الآن يصبح لنا v لx ماذا يساوي؟ إذا أي كسرة إذا كان مربع يربع بسطه ومقامه يصبح لنا 16 على 3 في 3 على ماذا؟ إذا عفوا 16 على 9 نعتذر 16 على 9 في 3 على 15 زائد 1 على لاحظوا جيدا 1 على 9 في 6 على 15 زائد 4 على 9 في 4 على 15 لم أفعل شيء أنا أربع هذه القيم ثم زائد ماذا؟ زائد 25 على 9 في 2 على 15 نكمل الآن. الآن تصبح لنا إذا ضربنا المقام هنا موحد لأن لاحظوا موحد 5 في 9 في 15 9 في 15 9 في 15 و 9 في 15 إذا لما يأتي المقام موحد إذا تصبح لنا v لx بما أن المقام موحد اللي هو كم 135 لأن إذا ضربنا هذا وهذا 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 يعني المقامات سوف تعطينا 135 يعني المقام موحد نأتي إلى هذا في هذا كم يعطي لنا؟ لاحظوا يعطينا 48 لأن كم تصبح لنا 16 في 3 48 زائد هذا في هذا اللي هو 6 زائد هذا في هذا الذي هو كم 16 زائد هذا الذي هو كم يعطي لنا؟ يعطي لنا 50. أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي. الآن ما علينا إلا نقول v لx يساوي المقام لنا المسؤول هو 135 أما البسط ما علينا إلا بالحساب هكذا. إذا لما نقوم بحساب هذه بالحاسبة سوف تعطي لنا 120 ويمكن أن نختزلها إذا أحببنا مثلا نقوم بالقسمة على 5 لو نقسم على ماذا على 5 سوف نجد 24 في البسط إذا نقوم نجد 24 و135 لو نقوم بقسمتها كذلك على 5 لنجد ماذا نجد 27 هذه هي قيمة v لx. الآن كذلك مرات يطلب منا أن نقوم بحساب ماذا الانحراف المعياري نقول حساب الانحراف المعياري للمتغير كذلك للمتغير x فنقول ماذا قانونيا يساوي لنا سيجما قانونيا يسمى هكذا سيجما x يساوي لنا جذر v ماذا v x الذي يساوي لنا كم يساوي لنا جذر 24 على ماذا على 27 يعني هذه القيمة نأتي بها ونضعها تحت الجذر فقط أبنائي ثم يمكن أن نعطي لها القيمة أو نتركها هكذا عبارة عن قيمة مضبوطة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.